يعني أذكر أنه الإنسان بسن الشباب البشر متشابهون، صحة قوة وعظم متين وحواس فاعلة درجة عالية جدا، لكن كل ما تقدم به السن بضعف، ولحكمة بالغة إلى أن يصل إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إلا المؤمن من طلب العلم بعض الأقوال متعه الله بعقله حتى يموت. كثير في قصص بتلاقي بال 95 ذاكرته قوية، حواسه ممتازة، منتصب القامة. إن سئل يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. فنحن في عنا أمثلة كثيرة. الحقيقة أنه أخطر شيء خريف العمر، يلي أمضى شبابه بالطاعة. أنا فيما أعتقد لست متأليا على الله، لكن أغلب الظن له شيخوخة راقية جدا، يلي أمضى شبابه في طاعته. وأنا أخاطب الشباب، إن أمضيت شبابك في طاعة الله لك شيخوخة محترمة معززة مكرمة. كان يقول أستاذ عنا بالشام إسماعيل السبرجلاني، إن رأى شاباً في الطريق يقول له يا بني أنت كنت تلميذي وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي، علم ثلاث أجيال ومات موت راقية جداً، وزوجته ماتت بعده بأسابيع. يعني لك معاملة خاصة من الله، هي واضحة جداً. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوي. فأنت البطولة أن تعيش المستقبل. معظم الناس من دون استثناء يعيشون الحاضر والماضي. بيقول لك أنا درست بمصر والآن موظف في شركة معينة، ذكر لك الماضي وذكر لك الحاضر، لكن قلما تجد إنسان يعيش المستقبل، لأنه بالمستقبل في حدث خطير جدا وحدث مغادرة الدنيا. كل واحد منا له بيت، في غرفة نوم، في غرفة جلوس، في صالون يستقبل فيه الضيوف، في مطبخ، في طعام، في شراب، في زوجة أمامه، وفي أولاد، وفي صبايا، وفي شباب، وفي أقرباء، وفي سهرات، وفي لقاءات. تصور من هالبيت إلى قبر، بيقدر الواحد ينكر الموت؟ ما بيقدر. طيب هذا الموت ألا يحتاج إلى إعداد؟ طبعاً. والإعداد كلمتان، الاستقامة والعمل الصالح فقط. والاستقامة ضمن طاقتك، ما في شيء تنتفع به حرم عليك، بس حرم عليك الغلط، شيء خطأ محرم عليك. لذلك ومن أضل ممن اتبع هواه، دقيق، ممن اتبع هواه يعني شهوته بغير هدى من الله، يعني الذي يتبع شهوته، شهوته وفق هدى الله لا شيء عليه. لي رأي آخر، أقسم لكم بالله يتمتع المؤمن بالدنيا التي سمح الله له بها. المرأة زوجته، العمل يسعد به، في عنده رسالة لأنه إذا خدم المسلمين يبقى عند الله، إذا أتقن عمله له مكانة اجتماعية كبيرة. قيم المؤمن مسعدة. وإذا ما بيقول لك المؤمن أنا بالجنة، حقيقة أنا بالجنة، حتى قال بعضهم في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أنت مين؟ أنت مخلوق أول، لك خالق عظيم كل شيء بيده، يعني شيء اسمه قهر، سحق، تشاؤم ما في بنهاية المؤمن. أنا علاقتي مع الله عز وجل، يعني مثلاً تصور في شيء 20-30 وحش كاسر من شهر مؤخرين لأمريكا،
وانت بينهم، بس كل هذه الوحوش مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة عليمة رحيمة حكيمة قوية. فأنت علاقتك مع الوحوش أم مع من يملك هذه الوحوش؟ سؤال دقيق. أنا علاقتي مع من يملك هذه الوحوش، والدليل الآية الكريمة: فكيدوني جميعا تحديا ثم لا تنظرون، لا تترددوا لا تتريثوا، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. دواب كلها بس بيد الله عز وجل. إن ربي على صراط مستقيم. العلماء قالوا حيثما وردت كلمة على مع لفظ الجلالة، أي أن الله ألزم ذاته العلية بالاستقامة، إن ربي على صراط مستقيم. فأنت علاقتك مع الله والكل بيد الله عز وجل. وفي مليون قصة تؤكد أنه أنت إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا وجد من فقدك، ماذا فقد من وجدك. أنا أقول بالتعبير الدارج ضربة معلم، تعرف الله إن عرفته في الدنيا أمنك. أنت لابد من أمنين وخوفين، إن أمنته في الدنيا أخافك يوم القيامة، وإن خفته في الدنيا أمنك يوم القيامة. لذلك المؤمن يستقبل الموت بحالة استثنائية. أنا سألت مرة طبيب قلبي أمريكا، قلت له هذا المريض القلب كيف وضعه النفسي؟ قال لي انهيار كامل، كل استمتاعه بالدنيا، والقلب إذا أصيب بعطب صار الاستمتاع بالدنيا صعب كثير. بيجي المؤمن، النبي وائل قال: الموت تحفة المؤمن، الموت عرس المؤمن. عم ينتظر الساعة بفارغ الصبر. والعبد الفقير درست أنا تقريبا 70 صحابي في الشام، لفت نظري شيء أن هؤلاء الصحابة كانوا في أمتع لحظات حياتهم عند لقاء ربهم، في أمتع لحظات حياتهم عند لقاء ربهم. في قصص كثيرة. فلذلك البطولة أن تؤمن وأن تعمل وأن تتوجه إلى الله، وتأتي الدنيا وهي راغمة، الدنيا وهي راغمة. والله عز وجل قال: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا.